السلام عليكم الإخوان، كي دايرين بخير؟ فيديو تعليق خفيف ظريف كما العادة. شحال ديال الأحداث كطرى قدام عينينا جهارا نهارا، قليل اللي تيشوفها، ومن هادوك اللي تيشوفوها قليل فيهم اللي تيفهمها. عاد شوف تشوف شكون غادي يقدر يفكك فيهم الرموز ديالها. الجغرافيا السياسية كانت دائما ثابتة، لكن التاريخ هو اللي كان تيتغير وتيرجع يعود نفسه بعد ما تظنوا هادوك اللي وصلوا باللي غادي يبقاو فيها مسيطرين خالدين فيها ابدا. لكن في الحقيقه لكل بدايه نهايه، كطلع دول وكطيح دول اخرى في منافسه شرسه، وهذيك المنافسه هي اللي كتحدد العالم وكتطوره. كل ما زادت المنافسه كل ما زاد التطور، وقربت النهايه والدمار وتحل الباب، واللي هاد الباب تحل في 1948 مع قيام دوله اسرائيل في الارض المقدسه، هذيك الارض اللي لا القران ولا التوراة كيقولوا بانها كانت تعطات لبني اسرائيل، لكن تعطات بشروط، واللي هي الصلاح والتقوى والعدل والاستقامه. هاد الشروط اللي حيدوها من التوراة وردوا هذيك الارض ليهم، سواء كانوا صالحين او اشرار ظلامه. داكشي علاش كل ما خرقوا بني اسرائيل هذاك الميثاق ديال الصلاح والتقوى والعدل، الله كان تيطردهم منها، وهما عارفين هادشي مزيان. اخر مره تم الطرد ديالهم من هذيك الارض المقدسه كان العراق لبابل، وكانوا عبيد كعقوبه ليهم. ومني كانوا في العراق، الله بدا تيصيفط لهم الانبياء وتخبرهم باللي غادي يصيفط لهم نبي منهم غادي يرجع لهم العصر الذهبي اللي كانت اسرائيل كتحكم العالم من القدس. هذا القدس اللي كان بناها النبي داود وسليمان عليهم السلام، حكموا العالم حيت في هذاك الوقت ما كانش عندهم منافس للحكم ديالهم. هذا النبي اللي كانوا تيتسناوه كان هو المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، واللي كان حتى هو من بني اسرائيل. لكن من جا بعد العامة ديالهم تبعوه، اما الحاخامات ديالهم رفضوه وقالوا بان امه ولدته بطريقه غير شرعيه، وبالتالي ما يمكنش يكون هذا هو المسيح، وحكموا عليه بالاعدام بتهمه انتحال شخصيه المسيح. والرومان اللي كانوا تحكموا هذيك المنطقه قاموا بتنفيذ هذاك الحكم، وشافوه بني اسرائيل تيموت على الصليب قدام عينيهم، وتأكدوا باللي هذاك ماشي هو المسيح، حيت مات وما جابش ليهم العصر الذهبي وما حررهمش من الاستعمار الروماني. داكشي علاش هما مازال كيتسناو المسيح يرجع باش يحكموا العالم من القدس ويرجع لهم العصر الذهبي. حتى فاش جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم كفروا بالنبوة ديالو، حيت صدموا مساكن كانوا تيتسناو المسيح ديالهم يجي يحكم معاهم العالم ويحل معاهم باب ديال آخر الزمان، باب ديال عالم غريب الكل فيه بيدق كتحركو غير يد وحدة، البال ديالو ديما مشغول مسترسي وما عارفش مناش، والدواء ديال راحة هاد البال ماشي كينات ولا ثيرابي. الدواء هو يفهم الواحد هاد العالم اللي تيعيش فيه اليوم باش يعرف يتعامل معاه بطريقة صحيحة. دابا إلا تبعنا الأحداث غادي نلقاو بأن العالم تحكم من جوج قوى، الأولى كانت هي الإنجليز، ومازال غادي نهضروا علاش بدات من الإنجليز وكيفاش كانت من أيام الحروب الصليبية كتسابق على الأرض المقدسة. من بعد انتقل الحكم بطريقة غامضة الأمريكان، ولحد ديك الساعة كانوا اليهود مازال مشتتين في كاع العالم تيتسناو النبوءة ديالهم تحقق في الأرض المقدسة، هذيك الأرض اللي كانوا فيها المسلمين حتى 1917. في النبوءة ديالهم كان خاص المسيح ديالهم يحررها ليهم، وها هي تحررت، ويرجعهم ليها بعد ما تشتتوا في كاع العالم كعقوبة بسبب القتل ديالهم لسيدنا عيسى، وها هما رجعوا، ومن بعد انشأوا دولة إسرائيل باش تحكم العالم مرة أخرى، وها هما انشأوا دولة إسرائيل في 1948. من بعد إسرائيل هي اللي غتولي حاكمة العالم. ديك الساعة عاد يخرج المسيح ديالهم للعلن ويوقف في القدس ويقول لهم أنا هو المسيح، هكذا كيتسناو هما المسيح ديالهم، واللي حنا عندنا هذاك المسيح هو المسيح الدجال، مبرمج يتقمص دور المسيح ديالنا وغيقول باليهود وبزاف ديال البشرية. كاع هادوك النبوءات اللي هضرنا عليها دابا تحققات، وبنادم مازال ناعس، بقات غير المرحلة الأخيرة اللي فيها غتولي إسرائيل تحكم العالم، وإلا بغات توصل ليها خاصها تقضي على كاع المنافسين اللي كاينين، تقضي على الصين وروسيا وأوروبا وتركيا وأمريكان حتى هي. وهكذا غتقدر تفهم دابا العالم السياسي والعالم الاقتصادي والنظام المالي اليوم،
اللي كاملين شادين طريق واحدة، طريق ديال حكومة واحدة، نظام واحد المقر ديالو غيكون في القدس. نرجعو دابا للحاضر واللي خليناها في خطط الانزلاق الارضي اللي دارت امريكان لروسيا وتركيا. في 2014 غتدخل امريكان لسوريا وغتبعها روسيا في نفس العام كتجري، غتشبك على الحدود السورية، الشي اللي خلى تركيا تخرج طاكي على راسها. وداكشي اللي دارت، دخلت تركيا لسوريا. هنا الهدف الاول ديال امريكان تحقق، تركيا وروسيا كيخسروا على الاقل 1 مليار دولار كتمشي ليهم من الخزينة يوميا. اما امريكان فاش دخلت لسوريا، اول حاجة دارت مشات سيطرات على حقول النفط، كاع النفط اللي تيتجبد ديالها تيمشي من سوريا للعراق للقواعد ديال امريكان فيها. المهم امريكان غتبدا في البلان الثاني، هو كيفاش تلاقي روسيا مع تركيا. في 2015 غدا تطيح تركيا واحد طيارة روسية وكانت غتشبك، لكن اردوغان مشى عند بوتين تحلف ليه باللي ماشي هو، وعوضوا فلوس الطيارة وعوض مزيان عائلة البيلوت. اشهر قليلة على هذاك الحادث ويلا بغات بدات تهدى القضية، الروس غادي يصبحوا على خبر ذبح السفير ديالهم في تركيا. طيح طيارة وذبح سفير، القضية ماشي سهلة، بقل من هاد الشي نتشعروا بطاحينة. اردوغان غادي يطير عاوتاني عند بوتين وغادي يمشي عاوتاني يحلف ليه باللي ماشي هو وباللي هذا بلان امريكاني ناوي على حرب تركية روسية تدمرنا، وحتى حنا راه داخلين في البلاك ليست ديالهم، داكشي علاش الا ما تعاوناش غتقضي علينا بجوج. بوتين غادي يقول لاردوغان، مني ماشي الناس ديالك هما اللي طيحوا الطياره وماشي هما اللي ذبحوا السفير الروسي، شكون هما هادو؟ اردوغان غادي يقول ليه هادوك جماعه فتح الله جولن اللي عايش امريكان في بنسلفانيا. شنو هي قصه هاد الجماعه وشنو هو الاتفاق الروسي التركي وشنو غيطرى من بعد؟ غادي نشوفوه ان شاء الله في الحلقه المقبله. دائما المغرب هو الاصل والباقي تقليد. تحياتي.